السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد، معاكم هير أحمد المهدي. بعد ما خلصنا الجزء الأول من كتاب منشن أينز، هنبدأ النهاردة إن شاء الله و أينز سيفاي. هنبدأ النهاردة نشرح حلقات الـ أينز سيفاي. هنبدأ بـ ليكتيون دغايتسين، الدرس الـ13. الدرس الـ13 بدايته عندي بيتكلم عن حروف الجر. نبدأ بقى في الجد. وقلنا ان حروف الجر عندي في اللغة الألمانية، اديك نبذة مختصرة كده. حروف الجر في عندي حروف جر بتسبب حالة الأكوزاتيف، وفي عندي حروف جر بتسبب حالة الضطيف، وفي حاجة عندي اسمها فيكسل بيربوزيتسيون، معناها حروف الجر المتغيرة. حروف الجر المتغيرة هي حروف جر بتسبب طارة أكوزاتيف وطارة ضطيف، يعني بتسبب الحالتين طبعا حسب فعل الجملة. قبل ما اشرح حروف الجر، وده الجديد اللي احنا ان شاء الله نعمله في حلقاتنا اللي جاية، بيبدأ الاول بمجموعة الكلمات اللي موجودة عندك في الدرس اللي هنبدأ نشرحه. مجموعة الكلمات المفتاحية اللي هتساعدك ان انت تفهم بعد كده حروف الجر وما بعدها. نبدأ بينا، واول كلمة عندي في أينز سيفاي وكتاب منشن كلمة دير فيرفل. دير فيرفل، دير فيرفل بمعنى مكعب، يبقى دير فيرفل بمعنى المكعب. دير شتاب، دير شتاب، دير شتاب بمعنى العصا، العصاية يعني. يبقى تاني فيرفل بمعنى المكعب، دير شتاب بمعنى العصا. دي بيراميد، دي بيراميد بمعنى الهرم. دي شتات ميت، خلي بالك بقى من النطق، دي شتات ميت، شتات ميت بمعنى وسط المدينة. داس سنتروم، داس سنتروم، كلمة سنتروم بتيجي بمعنى المركز. دير بان هوف، ركز بقى في الكلمات اللي جاية دي لان هي اللي هتنفعنا في حروف الجر. دير بان هوف، دير بان هوف، كلمة بان هوف معناها محطة القطار، محطة القطار. دير دوم، دير دوم، لا مش الدوم، كلمة دوم معناها الكاتدرائية. يبقى دوم يعني كاتدرائية، كنيسة كبيرة يعني. دي بنك، دي بنك باينة. داس ريستوران، داس ريستوران، كلمة داس ريستوران بمعنى المطعم. وخلي بالي ان كلمة ريستوران بتحمل معنى تاني في اللغة هنعرفها بعد كده. دي بوست، دي بوست، مكتب البريد. دي أمبل، دي أمبل، كلمة أمبل بتيجي بمعنى إشارة المرور.
إشارة المرور دي بروكة. دي بروكة كلمة بروكة بمعنى الكوبري. ونقرأهم بسرعة كده قبل ما نخش على الجزء الثاني. دير ذولفل، دير ذولفل معنى المكعب. دير شتاب، دير شتاب. دي بيراميدة، دي بيراميدة الهرم. دي شتات ميتة، دي شتات ميتة وسط المدينة. داس تنتروم، داس تنتروم المركز. دير بانهوف، دير بانهوف حقة القطار. دير دوم، دير دوم الكاتدرائية. دي بنك سهلة. داس ريستوران، داس ريستوران مطعم. دي بوست، دي بوست مكتب البريد. دي أمبل، دي أمبل إشارة المرور. دي بروكة، دي بروكة اللي هو الكوبري. نخش على الجزئية الثانية من الكلمات. داس كافيه، داس كافيه. وخلي بالك ان كلمة كافيه احنا اتكلمنا عن الجزئية دي قبل كده. لو انت ملاحظ هنا ان كلمة كافيه عليها الشرطة دي اللي هي بتسمى اكسو، والمناسبة اللغة الألمانية ما فيهاش اكسو. الاكسو دي موجودة في اللغة الفرنسية ولكنها كلمة أجنبية، عشان كده كتبناها كما في لغتها. يبقى الكلمة داس كافيه معناها المقهى. دير مان، دير مان كلمة مان بتيجي بمعنى الرجل وبتيجي بمعنى الزوج. يبقى هنا بتحمل معنى ايه؟ بتيجي بمعنى راجل وبتيجي بمعنى زوج. بالمناسبة كلمة من، كلمة من الجمع بتاعها، كلمة من جمعها منر. يبقى كلمة من جمعها منر معناها الرجال أو الأزواج. دي فراو، دي فراو بتيجي بمعنى السيدة أو الزوجة. يبقى كلمة فراو بتيجي بمعنى الزوجة أو السيدة. طيب رجل وامرأة، زوج وزوجة. كلمة دي بايدن، دي بايدن كلمة مهمة جدا بتلاقيها بتستخدم كتير. كلمة دي بايدن معناها كلاهما. دي بايدن معناها كلاهما، هما الاثنين يعني الرجل والسيدة، الزوج والزوجة، الكلب والقطة. يبقى كلمة بايدن معناها كلاهما. دي شتات بلان، دي شتات بلان كلمة شتات بلان اللي هي خريطة المدينة. اللي هي كده الناس السياح ولا حاجه يكون ماشي بيه. شتات بلان اللي هي الخريطه بتاعه المدينه. طيب هخش على جزئيه تاني، الاتجاهات بقى. كلمه لينكس، كلمه لينكس معناها يسارا ناحيه الشمال. يعني بقول لك امشي ناحيه الشمال، يبقى كلمه لينكس معناها يسارا، لينكس. كلمة ريشتس يمينا، يبقى لينكس ناحية اليسار، كلمة ريشتس ناحية اليمين. جراد أوس، جراد أوس كلمة جراد أوس معناها إلى الأمام. يبقى أنا عندي لينكس يسارا، ريشتس يمينا، جراد أوس يعني على طول. أنا مثلا بوصف طريق لحد عشان برضو هناخد
في الجزئية دي أو في الدرس الأول عندي في الجزئية بتاعت أينس تباي، هناخد الاتجاهات. واحد بيوصف طريق لحد فيقول له امشي ناحية اليمين ناحية الشمال، عشان بعد كده ناخد حروف الجر. وحروف الجر عندي حرف الجر فور بمعنى أمام، نيبن بمعنى بجانب، اتسفيشن بمعنى بينة، عشان هنا مثلا بيوصف له طريق فهو يقول له مثلا البوسطة بجانب البنك، يقول مثلا المنزل أمام المستشفى. هي دي حروف الجر اللي احنا هنبدأ إن شاء الله نتكلم عنها. كلمة إدفاس، كلمة إدفاس بمعنى شيء ما، إدفاس بمعنى شيء ما. الفعل زوخن، الفعل زوخن بمعنى يبحث عنه، يبقى زوخن بمعنى يبحث عنه. طيب أخلي بالي بقى من الفعلين دول مهمين جدا. الفعل فايتر فورن، فايتر فورن، كلمة فايتر لوحدها في اللغة الألمانية بمعنى يواصل. حط جنبها أي فعل، يواصل السير، يواصل الذهاب، يواصل الأكل، وبالتالي كلمة فايتر فورن معناها يواصل السفر أو يواصل الذهاب، ومن الأفعال المنفصلة على فكرة. يعني فايتر هتتحط في نهاية الجملة، واحنا عملنا فيديو كامل عن الأفعال المنفصلة، هترجع بقى للآينس آينس هتلاقي فيديو بيشرح لك ازاي بتستخدم الأفعال المنفصلة في اللغة الألمانية. زورك فارن، زورك فارن بمعنى يعود، يرجع يعني. كلمة اشتمت، كلمة اشتمت بمعنى صحيح مظبوط يعني. ان دير نيه، ان دير نيه، ان دير نيه بمعنى بالقرب، يبقى ان دير نيه معناها بالقرب. نقرا بقى مجموعه من الكلمات دي، ركز معايا بقى في القرايه. داس كافيه، داس كافي، دير من، دي فراو، دي فراو، دي بايدن، دي بايدن، دير شتابلان، دير شتابلان، لينكس، لينكس، rechts rechts، geradeaus geradeaus، etwas etwas، suchen suchen، weiterfahren weiterfahren، zurückfahren zurückfahren، stimmt stimmt، in der Nähe in der Nähe. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مجموعة الكلمات اللي هنشتغل عليها في بداية جزئنا. هنبدأ بقى ان شاء الله نتكلم عن حروف الجر. انتظر واستنى الجديد. وحروف الجر المتغيرة في اللغة الألمانية. لعيق الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واستنى الجديد والمزيد. سلام.